دخل عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء 40 مصابا و33 مرافقا فلسطينيا وهم قادمون من قطاع غزة. وشهد ميناء رفح البري إدخال 60 شاحنة مساعدات إنسانية عبر ميناء رفح إلى قطاع غزة، إضافة إلى 4 شاحنات وقود، وتم السماح بدخول 95 شخصا يحملون جوازات سفر مصرية وعبور 250 من أصحاب الإقامات في الخارج و42 من حملة الجوازات الأجنبية.